مباشرة بسعدنا يكون معنا في هذا الصباح معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلالي مباشرة من المملكة العربية السعودية من مكة. يسعد صباحك ويعطيكم العافية إن شاء الله يا رب. كل عام والجميع بألف خير. حياكم الله أخي حازم وأهلا وسهلا فيكم، الله يصبحكم بالخير جميعا. حياك الله أخ حازم، أخت رندا أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله من مكة المكرمة، الله يحفظكم ويبارك فيكم. نتحدث عن البعثة الأردنية وطمنا عن الحجاج. أخرندا أولا اسمحي لي في هذه المناسبة ونحن بعثة الحج الأردنية من مكة المكرمة أن نرفع إلى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حافظه الله تعالى ورعاه أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة اليوبيل الفضي والأعياد الوطنية التي يعيشها بلدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى من هنا والألسنة جميعا تتوجه إلى الله عز وجل أن يحفظ الأردن، أن يحفظ شعب الأردن، أن يحفظ سيدنا ولي عهده الأمين، وأن تكون هذه الأعياد الوطنية أعياد مباركة وطيبة وأن تكون دائما أعياد خير وأن يبقى الأردن كما قال سيدنا دائما عزيزا منيعا حرا قويا بإذن الله عز وجل. خرند الحمد لله حازم، أنا دائما يعني متفائل بحجاج الأردنيين جميعا سفراء لبلدهم، والحمد لله البعثة الأردنية جميعها بخير، الحجاج الأردنيين جميعا بألف خير وصحة وسلامة. جميع الحجاج الآن في مكة المكرمة، اليوم هذا يوم التروية، بعد الساعة 12 ليلا مساء هذا اليوم بعد تناول وجبة العشاء في الفنادق في مكة المكرمة سيتم تفويض جميع الحجاج إلى عرفات بإذن الله عز وجل بعد الساعة 12 ليلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الحجاج جميعا بخير، لدينا حالة واحدة فقط مرضية ما زالت في المستشفى في المدينة المنورة، يعني ندعو الله تعالى لها بالشفاء العاجل ونسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء العاجل، متابعة من قبل البعثة الطبية والبعثة الأردنية باطمئنان مستمر على هذه الحالة. إخواننا أيضا عرب 48 للأسف بالأمس توفي أحد الحجاج كبير بالسن من عرب 48 المرافقين أيضا لبعثتنا الأردنية وتم دفن هنا في مكة المكرمة. ما سوى ذلك جميع الحجاج الأردنيين الحمد لله بخير وصحة وسلامة بفضل الله عز وجل، لا يوجد أي حالات تذكر بين الحجاج، متابعين الحجاج تماما من قبل البعثة الطبية الأردنية، لدينا أيضا الإعلام بيقوم بواجبهم، لدينا أيضا كوادر الإدارية في وزارة الأوقاف متابعة. بالأمس وأول أمس كنا بزيارة إلى مخيمات الحجاج الأردنيين في منى وعرفات، تم إعداد مخيمات الحجاج الأردني في منى وعرفات لأول مرة استعمال هذا النوع من الخيم، خيم ثابتة مقاومة للحريق، خيم مكيفة، خيم فيها صوفة بد، حتى في منى لأول مرة نستخدم صوفة بد لكل حاج، وتم إعداد خيم بشكل مصغر بحيث كل خيمة تتسع 17 حاج أو 16 حاج فقط، كنا في الزمان تقول خيمة فيها مئات الحجاج، اليوم لا، الحمد لله هناك خدمات غير مسبوقة، هناك خدمات جديدة لأول مرة تستخدم في وزارة الأوقاف. أستطيع أن أقول أن خيم الحجاج في عرفة غدا بإذن الله عز وجل والتي سيفوج إليها الحجاج بإذن الله عز وجل غدا سيمكثون فيها يوم عرفة وأيام التشريق في منى، تضاهي الحجاج العاديين، تضاهي خيم الفي آي بي التي كنا نستخدمها قبل أوقات يسيرة. بحمد الله عز وجل جميع الحجاج الأردنيين بخير ونتمنى الصحة والسلامة للجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأردن وأن يحفظ كل حجاج الأردن وأن يتقبل حجهم وأن يعودوا جميعا إلى بلادهم إلى الأردن العزيز بإذن الله عز وجل سالمين غانمين معافين وقد تقبل الله تعالى حجهم وغفر ذنبهم إن شاء الله يا رب. يعني معليك اليوم عندما نتحدث عن هذا الجهد العظيم عن هذه التحضيرات لم تأتي من يوم ويومين، هي تحضيرات طويلة لطبعا أداء مناسك الحج للبعثة الأردنية. اليوم عندما نتحدث عن عرفات نتحدث عن أيضا مزدلفة منى وأيضا الأيام القادمة والمخيمات التي هيئت أيضا وأحضرت للحجاج، كيف تتعاملون مع أي ملاحظة، كيف تتعاملون مع إذا في هناك أي استفسار من خلال التواصل مع الحجاج الأردنيين؟ وإحنا ممكن بنشوف دائما البعثة الأردنية والمشرفين متواجدين بين الحجاج، رسالتك بهذا الاتجاه. أخي حازم أولا يعني
كل عمارة من عمارات الحجاج الأردنيين وكل فندق موجود في الحجاج الأردنيين هناك بعثة متكاملة تشرف على هذا الفندق، هناك مسؤول العمرة، هناك مرشدين من وزارة الأوقاف مرافقين للحجاج على مدار الساعة، هناك الباصات تم إعدادها اليوم لنقل الحجاج إلى عرفات، الأمور متابعة، هناك تطبيق استحدثناه سمى تطبيق الحاج الأردني، يستطيع الحاج أن يتواصل مع إدارة البعثة، أن يعرف مكان السكن الذي هو فيه، يعطي تصور متكامل. هذا التطبيق الذي نزله الحاج الأردني، تطبيق يسمى تطبيق الحاج الأردني، يعطي الحاج صورة كاملة. ما عاد اليوم في عنا حاج زي زمان، الحاج ولا ضاع أو حاج مش لاقيين، ونحن نتواصل مع الحاج والحاج يتواصل معنا من خلال تطبيق الحاج الأردني. أيضا هناك جروبات مربوطة تماما لكل حافلة، مع مسؤول الحافلة، مع المرشد، مع البعثة الإدارية، من خلال جروبات في الواتس أب أيضا تماما، متواصلين تماما على مدار الساعة. أخي حازم، أخت رندا، يوم عرفة معروف أنه هو الركن العظيم أو الركن الأعظم في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا هو الركن الأعظم في الحج، ولذلك نحن دائما حريصين على أن نسهل هذا الركن لجميع الحجاج، أن يصل الحجاج بإذن الله عز وجل مساء اليوم إلى عرفات، لنضمن خلال فجر يوم عرفة تواجد جميع الحجاج بإذن الله عز وجل في عرفات، ما أحد يفوت هذا الركن. ثم تم التخطيط بخطة متكاملة محكمة معدة مسبقا من وزارة الأوقاف إلى مزدلفة، قضاء جزء من الليل في مزدلفة، ثم لتجنيب حجاج المملكة الأردنية الهاشمية أي زحام أو اختلاطهم بمزاحمات قد تؤثر على سلامتهم، تم إعداد خطة أن يكون بعد مزدلفة ننزل إلى الحرم لطواف الإفاضة مع السعي ثم التقصير أو الحلق، ثم يأخذ يعود الحجاج إلى مساكنهم في مكة للراحة، ثم مساء يوم غدا يعود إلى رمي جمرة العقبة الكبرى ثم المبيت في ميناء. هذه خطة حقيقة تم إعدادها، وأخذنا أسهل الطرق لتجنيب جميع الحجاج الزحام أو أن يختلطوا حقيقة بزحام قد يؤثر على سلامتهم. نحن عرفنا في مكة ملايين الناس الموجودين، والزحام ربما يشكل خطورة في بعض الأحيان، أو دخول الحجاج في زحام كبير قد يؤدي إلى خطورة، ولذلك إدارة البعثة اتخذت خطة بحيث تجنب الحجاج أي زحام قد يؤثر على صحتهم وسلامتهم. مناسك الحج بإذن الله عز وجل تم إعدادها من قبل البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف لتكون خطة، لتكون بإذن الله عز وجل تجنب الحجاج خلال الحج، سواء يوم عرفة أو المبيت بمزدلفة أو ليالي التشريق في ميناء، وبإذن الله عز وجل من جمرة العقبة الكبرى ثم العقبة الثانية ثم الثالثة اليوم الثاني ثم الثالث الرمي في أيام التشريق، والمتعجل بعد ثالث أيام، ثالث يوم العيد، ثاني أيام التشريق تبدأ قوافل للحجاج الأردنيين بعد الظهر عصرا بالمغادرة إلى أرض المملكة بإذن الله سبحانه وتعالى. كما قلت، عرفة هو الركن الأعظم، ونحن دائما نحث الحجاج على الطاعة والعبادة والتوجه إلى الله عز وجل بمغفرة الذنوب، ونتمنى الخير إن شاء الله تعالى لكل الحجاج، والدعاء بإذن الله عز وجل لبلدنا أن يحفظ الله الأردن وأن يحفظ سيدنا وأن يتم جميع الحجاج حجهم بإذن الله عز وجل. يعني من هنا من مكة المكرمة نحن دائما مع الحجاج وبين الحجاج ونستمع إلى ملاحظاتهم، الكل الحمد لله بخير وبصحة وسلامة، ومعنا أي حالات تستطيع أن نذكرها باستثناء حالة واحدة ذكرتها قبل قليل، هي حاج ما زال في المستشفى في المدينة المنورة، نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يتم حجه أو يعود إلى بلده سالما معافى. نحن دائما صحة الحاج وصحة المواطن لدينا أولوية، ولذلك زار أطباء البعثة هذا الحاج وتطمنوا على صحته، ومتابع الآن في مستشفى في المستشفى في المدينة المنورة. معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حجا مبرورا وسعيا مشكورا لكم جميعا، وإن شاء الله تعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين. تحياتنا لكم والله يقويكم جميعا. أكيد كل الشكر، وكل الشكر أيضا. شكرا أخ حازم، شكرا للأردنيين جميعا، والله يسعد صباحكم ويبارك فيكم جميعا.